أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم مجددا لتقديم درس جديد، وقبل أن نشرع في ذلك هيا بنا لنصحح الأنشطة الموجزة في حصة الصرف والتحويل. إذن السؤال الأول، أضع علامة زائد في الخانة المناسبة. العبارة الأولى، اسم الآلة يدل على الأداة التي تم بواسطتها الفعل، إذن العبارة صحيحة. الثانية، يؤخذ اسم الآلة من الفعل الرباعي، العبارة خاطئة لأن اسم الآلة يشتق من الفعل الثلاثي المتعدي. العبارة الثالثة، يؤخذ اسم الآلة من الثلاثي المزيد، فهذه العبارة أيضا خاطئة لأن اسم الآلة يشتق من الفعل الثلاثي المجرد. لاسم الآلة أوزان قياسية هي مفعل، مفعلة، مفعال. الجواب صحيح. أضع خطا تحت اسم الآلة. إذن الكلمات هي المبرد، منفاخ، مقلاة، مسجح، عبارة عن أسماء آلة. السؤال الثالث، أصوغ اسم الآلة من الأفعال المدرجة بالجدول. الفعل نجر، اسم الآلة منجرة، حرث، محراب، كنس، مكنسة، صعد، مصعد. السؤال الأخير، أزن اسم الآلة ثم بعد ذلك أذكر فعل هذا الاسم. اسم الآلة هنا مطحنة، وزن الكلمة مفعلة فعلها طحنة. غسالة وزنها فعالة فعلها غسل. مزمار وزنها مفعال فعلها زمر. وهكذا نكون قد أنهينا التمارين لننتقل إلى درس جديد في مادة الإملاء. إن شاء الله سيكون كما ذكرت في مادة الإملاء بعنوان الهمزة المتطرفة. إذا في نهاية هذه الحصة إن شاء الله أتمنى أن نكون قد حققنا الهدف الآتي، ألا وهو كتابة الهمزة المتطرفة كتابة صحيحة. فهيا بنا أبنائي لنبدأ بقراءة هذا النص القصير. أعزائي التلاميذ، سبق أن تعرفنا على مواضع الهمزة، فالهمزة تقع في أول الكلمة كما أنها تقع في وسط الكلمة، وهل تأتي في آخر الكلمة؟ هذا ما سنتعرف عليه انطلاقا من هذا النص. سأل الرجل صديقه ماذا تحب؟ قال أحب أن أقرأ في هدوء، أحب الهدوء في كل شيء، أحبه على شاطئ البحر الهادئ حيث الرمال الذهبية كأنها لؤلؤ. تأملوا معي كلمة سأل، فهذه الكلمة بها همزة متوسطة، ونحن نعرف أنه لكتابة الهمزة المتوسطة نقارن حركتها مع حركة الحرف الذي قبلها ونرسمها على ما يوافق أقوى الحركتين. أما بالنسبة لكلمة أحب وأن، فكل كلمة تبتدئ بهمزة القطع، وهمزة القطع هي التي ينطق بها في بدء الكلام، وهي تقرأ وتكتب ولا تسقط أبدا. إذن هل هناك نوع آخر من الهمزات في هذا النص؟ حاولوا أن تتعرفوا على ذلك وتستخرجوا الكلمات المتضمنة للنوع الثالث من الهمزات. الكلمات هي أقرأ، هدوء، شيء، الهادئ، وأيضا شاطئ، ولؤلؤ. إذن ما نوع هذه الهمزات؟ أين كتبت
وما هو السبب؟ كتابتي، لنتمعن جميعا في الكلمة الأولى. قرأ، أين وقعت الهمزة؟ وقعت في نهاية الكلمة، وعلى ما رسمت؟ لقد رسمت على الألف. فما السبب إذن؟ لمعرفة السبب يجب تحديد حركة الحرف الذي يسبق الهمزة. انظر معي إلى حرف الراء، ما حركته؟ لقد كتبت الحركة بلون مغاير، ألا وهي الفتحة. وما يناسب الفتحة من حروف المد هو إذن الألف. إذن ترسم الهمزة المتطرفة على الألف إذا أتت بعد فتح. ننتقل الآن إلى المثال الثاني، كلمة شاطئ. انظر معي إلى موقع الهمزة، أهي في البداية أو في الوسط أو في آخر الكلمة؟ لقد جاءت في آخر الكلمة، معنى ذلك أنها همزة متطرفة. أما الحرف الذي سبق الهمزة فهو حرف الطاء، وقد جاء مكسورة، والكسرة كما نعرف يناسبها ماذا؟ يناسبها حرف المد الذي هو الياء، ولكن هنا تكتب على ياء غير منقوطة، بمعنى بلا نقطتين. إذن كتبت الهمزة المتطرفة هنا على الياء لأنها أتت بعد كسر. أما المثال الثالث فكلمة لؤلؤ، كتبت الهمزة على حرف الواو، فما السبب؟ قلنا سابقا علينا أن ننظر إلى حركة الحرف الذي يسبق الهمزة. الحرف إنه حرف اللام، كما نرى لقد جاء مضمومة، ولهذا كتبت الهمزة على ماذا؟ على الواو، لأن ما سبقها الضم. أعزائي التلاميذ، إذن لكتابة الهمزة المتطرفة يجب أن لا نقارن بين حركتي الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، بل يجب أن نلاحظ فقط حركة الحرف الذي يسبقها. وإلى الحالة الثانية، لاحظوا معي كلمة هدوء، ماء وشيء. كل كلمة تنتهي بهمزة، من هو هذه الهمزة؟ ولما كتبت الهمزة هنا متطرفة على السطر؟ سبقت الهمزة في هدوء وماء بماذا؟ بمد، والمد يسمى سكون ميت. أما بالنسبة لكلمة شيء فقد سبقت بسكون حي، لهذا كتبت الهمزة على السطر. إذن تكتب الهمزة المتطرفة على السطر إذا أتت بعد سكون ميت أو بعد سكون حي. ونحن نعلم جميعا أن الحرف الذي
سبق الهمزة إنه السكون. وبالنسبة للسكون فهو عبارة عن علامة ضعيفة للتن وليست حركة، لهذا تكون الهمزة منعزلة وبالتالي تكتب على السطر، لأنه لا يوجد حرف من حروف المد الذي يناصبها. نستنتج إذن أن الهمزة المتطرفة ترسم على السطر إذا سبقت بسكون ميت أو سكون حي. إذن الآن نتعرف على حكم الهمزة انطلاقا من هذه الخلاصة. ترسم الهمزة المتطرفة في هاته الكلمات أقرأ شاطئ لؤلؤ، رسمت في كلمة أقرأ على الألف لأنها سبقت بفتحة، وفي شاطئ على الياء لأنها سبقت بكسرة، وفي لؤلؤ على الواو لأنها سبقت بضمة. إذن ترسم الهمزة المتطرفة على الحرف الذي يناسب حركة ما قبلها، متى؟ إذا كان ما قبلها متحركة. وفي المثال الثاني لدينا كلمة هدوء وماء سبقت بسكون ميت، أما شيء فسبقت بسكون حي، لهذا كتبت الهمزة المتطرفة على السطر. إذن أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم هذا الدرس. الخلاصة، القاعدة: الهمزة المتطرفة هي همزة تكتب في آخر الكلمة. تكتب الهمزة المتطرفة حسب حركة الحرف الذي يسبقها دون النظر إلى حركتها، وترسم على السطر إذا كان قبلها سكون حي أو ميت، مثال فضاء سوء بذ، وتكتب على الحرف المناسب للحركة التي قبلها، مثال نشأ هادئ يجرؤ. الآن أعزائي التلاميذ إلى التدريبات، ومع التمرين الأول حاولوا أن تتذكروا القاعدة وتجيبوا بتركيز. إذن أتمموا كتابة الكلمات بهمزة متطرفة. الكلمة الأولى هي تباطأ، الثانية يجرؤ، الثالثة هادي، الرابعة جز، الخامسة يمو، وأخيرا شوى. إذن أنجز التمرين. ننتقل الآن السؤال الثاني: أضع علامة زائد أمام الكلمة التي كتبت همزتها خطأ وأقوم بتصحيحها. إذن لدينا الكلمة الأولى أنشأ، الثانية فضاء، الثالثة برئ، وأخيرا تواطؤ. إذن نقوم بإنجاز التمرين الثاني بتركيز أيضا، وبعد قليل سنبدأ عملية التصحيح. إذن تصحيح التمرين الأول: لدينا كلمة تباطأ كتبت الهمزة على الألف، لماذا؟ لأنها سبقت بفتح. يجرؤ كتبت الهمزة المتطرفة على الواو لأنها سبقت بضم. هادئ كتبت على الياء الغير منقوطة لأنها سبقت بكسر. جزء كتبت على السطر لأنها سبقت بسكون حي. يمو كتبت أيضا على السطر لأنها سبقت بمد أو بسكون ميت. شواء كتبت على السطر لأنها سبقت أيضا بسكون ميت أو بمد. التمرين الثاني:
إذن نحاول أيضا أن نصحح. أضع علامة زائد أمام الكلمة التي كتبت همزتها خطأ وأقوم بتصحيحها. إذن المثال الأول لدينا كلمة أنشأ، إذن كتبت الهمزة خطأ على الياء، والصواب هو يجب أن تكتب على الألف. لماذا؟ لأنها سبقت بفتحة. كلمة فضاء، إذا كتابة الهمزة صحيحة. لماذا كتبت على السطر؟ لأنها سبقت بمد. بارئة، إذا الكتابة خاطئة. لماذا؟ لأن الهمزة المتطرفة سبقت بكسر، لهذا يجب أن تكتب على الياء غير منقوطة. أما كلمة تواطؤ فالكتابة أيضا خاطئة، فقد كتبت على الياء، والصواب أنه يجب أن تكتب على الواو. لماذا؟ لأنها قد سبقت بضم. إذن أعزائي التلاميذ، صححوا التمرين جيدا، وهكذا نكون قد أنهينا درسنا. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. إذا بإمكانكم التواصل مع فتحها عن طريق هذا الرقم، وقد حددت أيضا الساعة والتوقيت. وإلى اللقاء.